بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأحباء، سمعنا مقطع من رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا، حيث تكلم أولا عن المواهب والنعم التي يفيضها الله علينا، فيذكر على سبيل المثال قائلا للمؤمنين: من عنده موهبة النبوءة فذلك بالنسبة للإيمان، أم موهبة الخدمة فللخدمة، والمعلم في التعليم، والواعظ في الوعظ، والمعطي بسخاء وبساطة، أما المدبر فباجتهاد، والراحم فبسرور وببشاشة. يعلمنا الرسول مجموعة من الأشياء والأمور الهامة في حياتنا. بالطبع ربنا أنعم علينا جميعا بعطاياه، ولذلك يقول لنا الرسول مذكرا أولا أن على كل منا أن يضرم موهبته حسب ما وهبه الله. أما عطايا الله لنا فهي تتكامل مع عطاياه له المجد لإخوتنا، وتتناغم معها بروح واحدة. فلا يحسد الأول الآخر، لأنه أحيانا معينة كل واحد منا ربنا عطاه شيء، فبيطلع الواحد إلى أخيه ويحسده، بيعتبره هو أعظم منه أو أحسن منه، فبيغار وبينزعج وبيتضايق ويحسد أخاه. أو أيضا من ناحية أخرى ألا ينتفخ أو يتكبر على من يعتقد أو يظن أنه أقل منه. كمان هذا الخطر موجود، أن يتعاظم الواحد منا ويزدرئ بالآخرين ويقول أنا أفضل من إخوتي فيستكبر. وذلك الرسول يؤكد، وذلك لأننا كلنا واحد في جسد واحد هو جسد المسيح أي الكنيسة، ونحن أعضاء بعضنا لبعض، ولكن لكل واحد منا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة له. ولذلك يقول الرسول مواهب مختلفة، لا يقول موهبة أعظم وموهبة أقل، كلها مواهب وكلها مباركة، ولكنها متعددة متنوعة مختلفة، وذلك من أجل التكامل والبنيان والتناغم والوحدة والخير. ولا يميز الرسول في الرسالة التي سمعناها بين المواهب الكرازية أو التعليمية أو الرسولية وبين الخدمات الحية مثل العطاء والتدبير والخدمة. فالكنيسة وإن ضمت أعضاء لهم مواهب مختلفة، لكنها ما دامت تعمل بروح الرب أي بالتواضع فهي تتكامل وتبنى بشكل أخوي. نعم، التواضع هو السور الذي يحمينا جميعا، فلا يحسد الواحد منا الآخر من ناحية، ولا يستكبر الواحد منا تجاه الآخر من ناحية أخرى.
وبعد أن تكلم عن المواهب واختلافها وتكاملها بحسب النعمة المعطاة لنا من فوق، يحثنا الرسول على العمل إذن كل منا بحسب موهبته باجتهاد وبتواضع. يسألنا بعد ذلك مباشرة مذكرا إيانا أن علينا أن نسلك بالمحبة، مترجمين هذه المحبة الأخوية كما قال الرسول: كونوا ماقتين للشر وملتصقين بالخير، كونوا محبين بعضكم بعضا حبا أخويا، مبادرين بعضكم بعضا بالإكرام. إذن المحبة التي علينا أن نقتنيها في قلوبنا وفي دواخلنا هي تربط أولا أعضاء الكنيسة في الرب كأعضاء حية متكاملة تعمل بانسجام وتعمل بمشاركة محبة. يقول بطرس الرسول في رسالته، يقول: لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. ويقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى، يقول: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. قديش المحبة إذن مهمة يا أحباء. المحبة ليست مجرد عواطف، إنما هي كما سمعنا من الرسول التصاق بالخير وابتعاد عن الشر. المحبة بكلام آخر إذا أردتم هي ممارسة للوصايا، للوصايا، لوصايا الرب. المحبة هي العيش بحسب الوصايا الإنجيلية، ولذلك قال الرب في الإنجيل: من يحبني يحفظ وصاياي. نعم، المحبة ليست مجرد مشاعر بسيطة بتجي وبتروح وعواطف بسيطة بتجي وبتروح، وإنما المحبة تدخل إلى كيان الإنسان فيتغير ويتجدد ويتبدل ويتحول بعيشه لوصية الرب الذي أحب. لما بيحب الثاني يرضيه، بيعيش بحسب وصاياه. إذن ولذلك يقول الرسول أنه كل واحد منا يترجم هذه المحبة في حياته من جانبين عمليين: أولا المودة الأخوية، الحب الأخوي، ومن ناحية ثانية كما سمعنا تقديم الآخرين في الكرامة. يعني كل واحد منا بيمتدح الآخر وبيكرم الآخر، ويتسابق الواحد منا في تكريم الآخرين وفي احترامهم وفي محبتهم. بعد أن تكلم الرسول أولا عن عطايا الله لنا وعن المواهب المختلفة والمتعددة، وكيف أن الواحد منا يضرب الموهبة المعطاة له بروح التواضع والاجتهاد، وأن علينا أن نسلك بروح المحبة الأخوية، يؤكد متابعا الرسول أن الحياة بالمسيح يسوع هي جهاد قوي لا ينقطع ولا يتوقف. ولذلك يقول: باجتهاد غير متكاسلين حارين بالروح. علينا أن نكون حارين بالروح، غير متكاسلين، يقظين بشكل دائم، عابدين للرب. في سفر التثنية في الكتاب المقدس يقول: إلهنا هو نار آكلة. إذن الرب يريدنا أن نكون شجعان، أن نكون أقوياء،
أن نحيا الحياة بالمسيح يسوع باجتهاد غير متكاسلين، بكل تيقظ وبكل نباهة. يتابع الرسول قائلا: إذ يهبنا الروح القدس نعبد الرب فنمتلئ رجاء ونمتلئ فرحا، فتتسع قلوبنا آنذاك، تتسع لاحتمال الضيق، لاحتمال المشقات، للصبر، ملتجئين إلى الله بالصلاة. يقول: كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. إذن المحبة تجعل الأمور سهلة، والروح يعين، والرجاء ينير، والتجارب تصقل الإنسان وتجعله قادرا على احتمال المشقات والصبر، ويرافق كل هذا سلاح عظيم ألا وهو الصلاة. ولذلك آباؤنا القديسون جميعا يؤكدون دوما على الدور الكبير الذي يكمن في الصلاة. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول على سبيل المثال أن الصلاة هي وقوف في الحضرة الإلهية. نعم، هلا يا أحبة، نحن المجتمعين في هذه الكنيسة المباركة في هذا الدير الشريف، دير سيد مايا، ونحن مجتمعين مع بعضنا البعض ونرفع هذا التسبيح والترنيم والسجود والإكرام للرب، نحن هو في وسطنا ونحن ملتفين حوله ومجتمعين حوله ونحن في حضرته الإلهية. هلأ بعد قليل بدكم تسمعوا الأخوات الرهبات بدهم يرتلوا هذا التسبيح، هذه الترنيمة التي تقول: أيها الممثلون الشيروبيم سريا. الشيروبيم يعني الملائكة. أيها الممثلون الشيروبيم، الملائكة بشكل سري، والمرنمون التسبيح المثلث تقديسه. مين عم يخاطب المرنم بهذا الكلام؟ أيها الممثلون، يا من تمثلون الملائكة الشيروبيم بشكل سري، هو نحن، يخاطبنا نحن المؤمنون، هو نحن باجتماعنا مع بعضنا البعض والسيد في وسطنا، ونحن ملتفين حول السيد، نحن كالشيروبيم والملائكة الملتفة والساجدة أمام عرش الرب والتي ترفع له السبحة والتمجيد والتقديس. يتابع الرسول بعد ذلك قائلا: إذا كانت المحبة هي الرابط الحقيقي في كل هذه الوصايا، فإن أحد ملامح ذلك من الناحية العملية هو كما سمعناه: كونوا مشتركين في احتياجات القديسين، أي المؤمنين، كونوا مشتركين في احتياجات الإخوة، عاكفين على إضافة الغرباء. هذا أمر طبيعي أيها الأحباء، أمر طبيعي للعضوية في الجسد الواحد أن يشارك الأخ أخاه. يعلمنا الرسول قائلا أن كل واحد منا هو عضو في جسد المسيح، والعضو يتألم لألم العضو الآخر، والعضو يفرح أيضا لفرح العضو الآخر. نعم يا أحبة، نحن ألم أي واحد منا هو ألم الآخر، وفرح أي واحد منا هو فرح أيضا للآخر، لأننا كلنا أعضاء في جسد واحد، الكنيسة، جسد المسيح. شيء خليني أقول بيلفت النظر أن الرسول قال: كونوا مشتركين
في احتياجات القديسين أي الإخوة كما ذكرت لم يقل معطينا أعطوه، قال مشتركين. ولماذا قال مشتركين؟ قال مشتركين كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أيضا، لأن الأمر هو تبادل، هو شركة بين الإخوة. الواحد قد يعطي، قد يساعد من ماله مثلا، ولكن الذي يأخذ المال أو يتلقى المساعدة هو يقدم أيضا للواهب، يقدمه شهما عظيما كبيرا أمام الله. ولذلك يقول مشتركين، لأنه بين الواهب والعاطي وبين المتلقي والذي يأخذ هناك هذه الشركة وهذا التبادل. ولذلك يقول آباؤنا القديسون أن أولئك الذين كانوا يعطون يقدمون للمحتاجين والفقراء ومن هم في ضيق كانوا يشكرونهم، هم كانوا يشكرونهم لأنهم أتاحوا الفرصة لهم بأن يعبروا عن محبتهم وأن يقدموا لهم وأن يكنزوا بالتالي لهم كنوزا في السماوات. أيضا قال عاكفين على ضيافة الغرباء، عاكفين على ضيافة الغرباء، ولم يقل مضيفين الغرباء، لأنه يوصينا أن نتعلم أن نسأل نحن عن من هو بحاجة وأن نطلبه وأن نقوم بواجبنا الأخوي تجاهه، ما أنه نقعد نحن لحالنا وننتظر وحدا يجي يدق الباب علينا مرة واثنين وثلاثة لحتى نحن نفتح له ونقوم بهالمحبة الأخوية، وإنما عاكفين على إضافة الغرباء نحن نسعى ونعكف على فعل هذه المحبة تجاه أخينا. وكل ذلك، كل ما قاله الرسول كي يحثنا من خلال ذلك على ترجمة عمل النعمة المعطاة لنا في حياتنا العملية واليومية، حتى ما يكون الموضوع هو حديث نظري وحسب، وإنما يكون هو أمر حياتي يتجلى ويظهر في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا في حياتنا اليومية التي نحياها بحسب الوصية الإلهية، وذلك لكي يقدم كل واحد منا حياته ذبيحة مرضية لله. دوما في صلواتنا يقول الكاهن أو الشماس إن وجد هذه الطلبة بسلام إلى الرب نطلب، ويتابع قائلا إلى أن يختم بعد ذكرنا الكلية القداسة، نذكر العذراء مريم وجميع القديسين، فلنودع ذواتنا وحياتنا كلها للمسيح الإله. الرب يعطينا يا أحب جميعا بشفاعة العذراء مريم شفيعة هذا الدير الشريف دير سيدة صيدنايا، الرب يعطينا جميعا أن نفعل النعم والمواهب المعطاة لنا، كل واحد منا أن يضرم بنار المحبة والشوق الإلهي هذه النعم المعطاة له، ويحيا بحسب الوصية الإلهية شاهدا للمسيح يسوع، فيرى الناس أعمالنا الصالحة ويمجد أبانا الذي في السماوات، هو المبارك والممجد إلى الأبد. آمين.